رجل ساهم في أرض بمبلغ من المال، وحيث أن الأرض قد بيعت وقد كسبت المساهمة، ولكن لحاجتي لمبلغي قد اضطريت إلى بيع المساهمة إلى شخص آخر بمكسب 40%، حيث أني محتاج، فهل بيعي لها جائز أم فيها شيء من الربا؟ إذا ساهم في أرض وهي للتجارة وجب عليه يزكيها كل سنة على حسب ما تسوى الأرض، إذا زادت قيمتها زكى الزيادة، وإذا صار في رأس مالها ما زادت زكي رأس المال، وإذا نقصت قيمتها وكسدت زكى قيمتها ولو دون رأس المال كل سنة. أما البيع فله البيع، وإذا باع زكي ما غضب من السن كما زكاها كل سنة بحسب قيمة الأرض، ولكن ليس له بيعها بعد ما تباع. إذا بيعت لا يبيعها بعدها إلا دراهم، يبيع دراهم يبيع دراهم، البيع يكون قبل أن تباع، يبيعها على من يشاء ويزكي السنوات الماضية إذا كان ما زكاها كل سنة بحسبها بحسب قيمتها. أما إذا كانت بيعت ولكن مستعجل باع حق من الدراهم قبل أن صفى هذا ما يجوز، لأن الذي له حينئذ الدراهم بعدما بيعت فلا يبيع الدراهم بل يصبر حتى يعطها. أو لو اشتراها من أجل أن يقيم عليها بيت له يعني، بس أما إذا اشتراها بيت أو بيعطى حوش الله حاجات له سبع تبع بيت ما فيها زكاة.